تحويل السلف لصفات الله تعالى للأستاذ الدكتور الشيخ محمد ربيع جوهري أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعميدها السادة جامعة الأزهر، أكرمه الله وبارك في عمره وعافاه وشفاه في نفسه ودينه وماله وذريته. يقول الجنب صفحة 67: لم يرد لفظ الجنب بالقرآن الكريم مضافا إلى الله تعالى إلا في آية واحدة، وهي قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. قال الإمام الطبري قوله على ما فرطت في جنب الله يقول على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به وقصرت في الدنيا في طاعة الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، يبقى أول الجنب هو إلى المعنى أنه في جهة الله، يعني ما كان معمول عملا خالصا لله، يبقى جنب الله ما كان موجها لله مقصودا لله، ولم يجعل الله جنب يعني حد أو جهة كما يدعي المبطلون. عن مجاهد في قوله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يقول في أمر الله. عن السدي قال تركت من أمر الله. شوف مجاهد في عصر مين؟ التابعين، مش كده برضو؟ وقال على جنب الله الأمر الله، يبقى أوله. وابن تيمية يقول لك لم يعرف أهل السلف الصالح التأويل وعاب بالأشعري، يبقى بيكذب على الناس أو أخطأ وصدقوه الناس في خطره. لم يحس السلف عارفوا التأويل منذ، وسيدنا رسول الله قال لسيدنا عبد الله بن عباس اللهم علمه التأويل، مش قال له كده؟ اللهم علمه التأويل. لو كان التأويل ده ضلال ما كانش النبي يدعو له لابن عمي سيدنا العباس، هم يعتبروا ان التأويل هو ده الضلال، والنبي يدعو لسيدنا عبد الله بن عباس يقول اللهم علمه التأويل، فشيء عجيب يعني. وهم نفسهم لو سألتهم في جنب الله هيقول لك كده، هيقول لك أمر الله، يبقى هو أول أهو، وفي الآخر يقول لك مش تأويل. يعني يقول الحاجة اللي هو بيخالفها. وما نسبه الطبري إلى مجاهد ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال الشوكاني معنى ما فرطت في جنب الله أي على ما فرطت في طاعة الله، قاله الحسن، حسن البصري. وقال الضحاك يعني على ما فرطت في ذكر الله، ويعني به القرآن والعمل. وقال أبو عبيدة في جنب الله أي في ثواب الله. وقال الفراء الجنب القرب والجوار أي في قرب الله وجواره، ومن قول والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب والمعنى على هذا في طلب جواره وقربه وهو الجنة، وبه قال ابن الأعرابي. وقال الزجاج أي فرطت في الطريق الذي هو طريق الله من توحيده والإقرار بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالجنب يعني الجانب، أي قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله، ومنه قول الشاعر للناس جنب وللأمير جنب، أي الناس من جانب والأمير من جانب، من كتاب فتح القدير الجزء الرابع صفحة 71 و400. الساق، قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. روى الحافظ ابن منده في كتابه الرد على الجهمية بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق، قال يكشف عن أمر عظيم، ثم قال قد قامت الحرب على ساق. لما تقول قامت الحرب على ساق يعني إيه؟ يعني اشتد الأمر. وذكر منده رواية أخرى عنه قال شدة الآخرة، ورواية ثالثة قال ابن عباس عن شدة الأمر. وذكر رواية أخرى أن ابن عباس كان يقرأ يوم يكشف عن ساق بالتاء المفتوحة يوم تكشف عن ساق، دي قراءة ابن عباس وإقراءة شاذة، لكنها قراءة معنى أي تكشف القيامة عن شدة شديدة. وقد روى الإمام الطبري عن ابن عباس بهذا المعنى 11 رواية في كتاب جامع البيان. وقال الإمام ابن قتيبة، ده متوفى سنة 276 هجرية، ابن قتيبة ده يعني إيه؟ في السلف الصالح، في كتابه تأويل مشكل القرآن، فمن الاستعارة في كتاب الله قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق أي عن شدة من الأمر. كذلك قال قتادة وقال إبراهيم عن أمر عظيم. وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجد فيه شمر عن ساقه، فاستعيرت الساق في موضع الشدة. وقد جمع الإمام البيهقي تأويلات السلف دي وغيرها للآية
الأسماء والصفات. وانظر معاني القرآن الفراء حيث قال: يوم يكشف عن ساق يريد القيامة والساعة لشدتها. الصمد، قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. قال الإمام الفخر الرازي: ذكر بعضهم في تفسير الصمد أنه الجسم الذي لا جوف له، ومنه قول من يقول لسداد القارورة الصماد، وشيء مصمد أي صلب ليس فيه رخاوة. قال ابن قتيبة: على هذا التفسير الدال مبدلة من التاء، الصمد يعني الصمت المصمت يعني. واحتج قوم من جهال المشبهة بهذه الآية في إثبات أنه جسم، وهذا باطل، لأن كونه أحدا ينافي كونه جسدا. فمقدمة هذه الآية دل على أنه لا يمكن أن يكون المراد من الصمد هذا المعنى، ولأن الصمد بهذا التفسير صفة الأجسام الغليظة، وتعالى الله عن ذلك. ده من كتاب أساس التقديس صفحة 117 للإمام الرازي. وقال الإمام الطبري: قوله الله الصمد يقول تعالى: ذكره المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له. ويذكر ابن جرير من آراء المفسرين لهذا اللفظ الصمد: الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب، هو الذي لا يخرج منه شيء، هو الذي لم يلد ولم يولد، هو السيد الذي قد انتهى سنده، هو الباقي الذي لا يفنى. وذكر الإمام الرازي في تفسير مجموعة كبيرة من آراء العلماء في تفسير هذا اللفظ الصمد، نقتطف من بينها بعض تأويلات السلف. قال ابن مسعود والضحاك: الصمد هو السيد الذي قد انتهى سدده. وقال السدي: الصمد هو المقصود في الرغائب والمستغاث به عند المصائب. وقال الحسين بن فضل البجلي: الصمد هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. يعني كلهم أولوها بمعنى لا يدل على الاسمين. وقال قتادة: لا يأكل ولا يشرب، وهو يطعم ولا يطعم، الباقي بعد فناء خلقه. وقال الحسن البصري: الذي لم يزل ولا يزال ولا يجوز عليه الزوال، كان ولا مكان ولا أين ولا أوان، ولا عرش ولا كرسي ولا جن ولا إنس، وهو الآن كما كان. فكلام الحسن البصري. وقال أبي بن كعب: الذي لا يموت ولا يورث، وله ميراث السماوات والأرض. وقال سعيد بن جبير: إنه الكامل في جميع صفاته وفي جميع أفعاله. وقال الإمام القرطبي: الله الصمد أي الذي يصمد إليه في الحاجات، كذا روى الضحاك عن ابن عباس. وده المعنى ده اللي بينته أنا في الصلوات اليسرية، صلاة الصمد. كما قال عز وجل: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال أهل اللغة: الصمد السيد الذي يصمد إليه في النوازل والحوائج. هذه طائفة كبيرة من أقوال السلف في تأويل هذا اللفظ الكريم الصمد، وكلها ينزه الله عن الاسمية ولوازمها جل في علاه. ونقف على الفوقية، نقرأها الجمعة القادمة إن شاء الله.